النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. ما زالت المملكة بالرغم من دخولنا في فصل الصيف أرصاديا إلا أنها تعيش أجواء ربيعية أكثر من كونها صيفية، بل وهي مائلة للبرودة في ساعات الليل. مرات ذلك نستطيع رؤيته عبر خرائط توزيعات درجات الحرارة، كما نلاحظ بأن المنطقة الشرقية تماما في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط بما فيها المملكة تعيش تحت تأثير كتلة هوائية تعتبر ذات درجات حرارة أقل مما هو معتاد مثل هذا الوقت من العام، مشار إليها بهذه الألوان، والتي تندفع باتجاه المملكة وسائر المنطقة الشرقية للبحر المتوسط. كما نلاحظ في منطقة شبه الجزيرة العربية هذه الألوان التي تنوم على وجود الهواء والكتل الهوائية الصيفية الاعتيادية ما زالت بعيدا عن المملكة، وبالتالي تعيش المملكة هذه الأجواء التي تعتبر في ساعات النهار أقرب إلى الربيعية لكنها تكون مائلة للبرودة في ساعات الليل. الأيام القادمة ما زالت المملكة كما نلاحظ، يعني هذه الخريطة يوم الأحد، تبقى المنطقة الشرقية للبحر المتوسط تحت تأثير ذات الكتل الهوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدل، بل ويوم الاثنين ربما يحدث بعض الاندفاع البطيء للهواء الساخن من شبه الجزيرة العربية باتجاه المملكة، وبالتالي ربما ترتفع قليلا درجات الحرارة لكن ليست بالطريقة التي تصل بها إلى مستويات صيفية اعتيادية. هذه الليلة كما نلاحظ درجة حرارة الليلة في العاصمة عمان 15 درجة مئوية، طقس مائل للبرودة. نستطيع القول بأن درجات حرارة دون ذلك فوق المرتفعات الجبلية سواء الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، وبالتالي الطقس يكون حتى في ساعات الليل مائل للبرودة ويستلزم ملابس ثقيلة بعض الشيء خاصة في قمم المرتفعات الجبلية، وتظهر بعض السحب والغيوم المنخفضة في ساعات الليل. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام القادمة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء لا تغييرات هامة مع درجات حرارة، ارتفاع قليل يوم الاثنين 27 درجة مئوية لكن تتراجع إلى 26 درجة مئوية يوم الثلاثاء، والأجواء تكون في ساعات النهار أقرب إلى الربيعية من كونها صيفية، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء مائلة للبرودة خاصة مع ساعات الليل المتأخرة. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة لنهار يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين. نبدأ من المناطق الشمالية من المملكة، في إربد 28-15، في عجلون 26-14، في جرش 29-16 درجة مئوية، وفي المفرق من 29-15 درجة مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة عمان 26-15، كذلك مر في السلط، في مادبا 27-16، في البحر الميت 34-24، وفي الزرقاء من 29-17 درجة مئوية. جنوبا في الكرك 26-15، في الطفيلة 26-16، في معان 32-17، أجواء نلاحظ أنها ربيعية تماما في الشراء من 23-15، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 34 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 25 درجة مئوية. ختام هذه النشرة في المناطق الشرقية، في رويش 33-19، في الصفاوي 34-18، وفي الأزرق من 33-18 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.